بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا عقيدة التوحيد ها سوستنيا وكفل لاينن بالفهو هاي هولتنيا وكفل لاي أنواع الشرك نجمرا سانت أرسونا براقون ولمت أرشها كوابي مالتنا أنواع الشرك لاي نجديه شرك عينتوش لاي شرك بتلقو بهولت لنكفل وندم نجل تملكتن بري مجمراو شرك أكبر تلك شرك نوبلنا اللي هي نقريه كأسلمنا مياس وطاو تلك شركنا. هلتنياو شرك أصغر نو شرك أصغر رقمو هلتين تندونا تملكتنا بس فيو بولت تكفران إما جمراو شرك ظاهر على اللسان والجوارح بلنا قلت هنا بمناس باندبات اندزيون بأكال لاي قلت هنا يتنشو شركنا ويهم رقمو ألفاظ وأفعال اندونا تملكتنا ميققر لهوني شلال سرام لهوني شلال كان يققر وشو سلم السالي كالحلف بغير الله كالله تبارك وتعالى وجبه المقر ممالني مسل ليلوك من دزيون أولى الله وفلان مالتني مسل ما شاء الله وشئت مالتني مسل إهن انت ملكت النبرة كزام ودا أفعاله السنقباري مؤمل أفعال فمثل لبس الحلقة بالنال لمسالي والخيط لرفع البلاء أو دفعه كرنا مسلنا قروتشين ما انتلتل بلاء لما انسات ويرغمو لما كلاكل يمي لو انت ملكت النبر يقوم منه زاري الكثم الثاني من الشرك الأصغر الكثم الثاني من الشرك الأصغر ولتنياو عينتك شركة الصغار مالتنو شرك خفي دبك هنا شركنا ظاهرة لمن دزانيون وهو الشرك في الإرادات والنيات يهدقمو فلاقو تشلاينا نية وشلاي يمي قباو دبك هنا شركنا كالرياء والسمعة رياء الناس سمعاني مسلم مالتنو يولين سمو اللي انتو لمي سرى مسرّون سرّي مثل كأن يعمل عملا سرّ مسرّاتني مثل يتقرب به إلى الله ولا الله سبحانه وتعالى لكرّب بتك من جب سرّ عند سرّي سرّي مثل يريد به ثناء الناس عليه بس سوف اللجبت ثناء الناس سوّتين والداس فاللجبت كأن يحسن صلاته صلاة ما سمري مثل جن زي لايم التوكي اللبت نقر صلاة سيسقر مجمرة أصل مسارته لله تبارك وتعالى تبلو اندهن كذا ما سمرو جن وداسي تفلقو بت مسقانا تفلقو بت يونال بملك من النسات تفلقو بت يونال أو يتصدق ويدم صدق هذا قال لأجل أن يمدح ويثنى عليه بزالي اللي ودسي من دم مسقان مالتنا ويتلفظ بالذكر ويرمو بذكر الناقرن الله سبحانه وتعالى بموسات ويحسن صوته دمصن يسمرا بالتلاوة قرآن بمقرات لأجل أن يسمعه الناس سوت يسموت زند فيثنو عليه ويمدحه بس لا عندي ودستنا عندي مسقنت والرياء رياء انقري إذا خالط العمل سران بتكلك على جزيه بطله يبلشوا رياء الناس سمعة قنم يبلشوت يا رياء ويم سمعة ويتكلك على بتن سرا بتشانونجي ودليلو سرا وشيء الرمان مرب لمسال عندن صلاة سويت ملكة النيل بلي أسام مرسوي مبلش بيت يا صلاة بتشان يا صلاة بتشان من اللي مالتنا عند تلكو عند تلكو شرك ويم كفر أتقى على إسراوتين ما بلش شايدا لمن مالتي هلنا قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى
ብሏል። ፈመን ካነ የረጁ ሊቃአ ረቢህ ፈመን ካነ የረጁ ሊቃአ ረቢህ ጌታውን መገናኘት የሚከጅል ተስፋ የሚያደርግ ሰው ፈሊያዕመል ዐመለን ሷሊሐ መልካም ስራን ይስራ። መልካም ስራ የሚባለው ኢኽላስ ያለበትና ሙታባዓ ያለበት የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፈለግ የተከተለ ስራ ሲሆን ነው። ከሁለቱ አንዱ ከጎደለ መልካም ስራ ይባላል። ወላ ዩሽሪካ ጋር ቢዒባደቲ ረቢህ ጌታውን በማምለክ ላይ አሐደን አንድንም አያጋራ። ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዚህ የቁርአን አያት ላይ በእርግጥ የምንገነዘበው ነገር ምንድን ነው? አላህን ለማምለክ በምንሰራቸው ስራዎች ላይ ሌሎች ነገሮችን መፈለግ እንደሌለብን፣ የዱንያ ነገሮችን መፈለግ እንደሌለብን ነው። የሰዎችን ውዳሴ ወይም ደግሞ ከሰዎች የሚገኙ ጥቅማ ጥቅሞችን በፍጹም ልናስብ አይገባንም። መሆን ያለበት በዒባዳችን በአጠቃላይ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላን ፊት መፈለግ ነው። ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አኽወፉ ማ አኻፉ ዐለይኩም ከእናንተ አኽወፍ በጣም አስፈሪው ማ አኻፉ ዐለይኩም በእናንተ ላይ ከምፈራው ነገር በጣም አስፈሪው ነገር አሽርኩ ልአስቀሩ ትንሹ ሽርክ ነው ብለዋል። ቃሉ ያ ረሱላላህ የአላህ መልእክተኛ ሆይ ወመሽርኩ ልአስቀሩ ትንሹ ሽርክ ብሎ ማለት ምንድን ነው? ቃል አርያኡ ሪያ ነው። ይህ ሲባል የነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልስ ሐስርን ወይም ደግሞ ገደብን ያስጠቅማል ያስይዛል ማለት አይደለም። ከሚፈሩት በእጅግ አስፈሪ የሆነውን ነገር አንዱን ጠቅሰዋል ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሪያን ማለት ነው እንጂ ሌሎች ነገሮች ሽርክ አስር ላይ የሚገቡ ነገሮች የሉም ማለት አይደለም። ወሚንሁ ከሱ ውስጥ አለዐመሉ ስራ ነው ሊአጅሊ ጠመዒ አዱንያዊ ዱንያዊ ለሆነ ጥቅም ማለት ነው። ስራን መስራት ዱንያዊ ለሆነ ጥቅም ዱንያዊ ለሆነ ፍላጎትና ክጃሎት ከመን የሑጅ ሐጅ እንደሚያደርገው አው ዩአዚን ወይ አዛን እንደሚያደርገው አው የኡም ናስ ወይ ደግሞ ለሰዎች ኢማም ይሆናል ሊአጅሊ ልማሊ ለገንዘብ ተብሎ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ስራዎች ላይ ስራዎችን ከሰራን በኋላ ለምሳሌ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞች ይመጡና ብንወስድ እዚህ ውስጥ የሚካተት አይሆንም። ወመሽርኩ ልአስቀሩ አፎን አው የተዓለመ ልዕልም ሸርዒይ ወይ ደግሞ ሸሪዓዊ የሆነ እውቀትን ሊማር ነው አው ዩጃሂዱ ወይ ደግሞ ሊታገል ነው ሊአጅል ልማል በገንዘብ ምክንያት ማለት ነው። ለገንዘብ ብሎ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊት ሊከጀልበት የሚገባን የሸሪዓን ትምህርት የዱንያ ነገር ፈልጎበት የዱንያ ሸቀጥ ፈልጎበት የተማረው ሰው የጀነትን ሽታ አያገኝም ብለዋል ነቢዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የሸሪዓ ትምህርትም ሆነ ሌሎች ዒባዳዎች የአላህ ተባረከ ወተዓላ ፊት ብቻ ሊፈለግባቸው ይገባል፣ ምክንያቱም ዒባዳዎች ናቸውና። ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዒሳ አብዱ ዲናር ብለዋል። ወተዒሳ አብዱ ዲርሃም ጠፋ አሉ አብዱ ዲናር የዲናር ባሪያ ወተዒሳ አብዱ ዲርሃሚ የዲርሃም ባሪያ እንደዚሁ። ዲናሩ እንግዲህ በወቅቱ ይገበያዩበት የነበረው የወርቅ መገበያያ ነው፣ የወርቅ ጌጡ ነው። ወተዒሳ አብዱ ዲርሃሚ የዲርሃም ይሄ ደግሞ የብር ጌጡ ነው። የእነዚህ ሁለት ነገሮች ባሪያ ጠፋ አሉ። ተዒሳ አብዱል ኸሚሳ ተዒሳ አብዱል ኸሚላ ኸሚሳና ኸሚላ እንግዲህ ከልብስ አይነቶች ውስጥ ናቸው። የነዚህ ነገሮች ባሪያ የሆነ ሰው አጠቃላይ ጠፋ ነው። ኢን ኡዕጢያ በተሰጠ ጊዜ ወይም ቢሰጥ ማለት ነው ረድየ ይወዳል። ወይን ለም ይዕጠ ካልተሰጠ ሳኺጠ ጠላ፣ ምክንያቱም አላማዊ ሆኖ ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ለአላህ ተባረከ ወተዓላ ባሪያ መሆንን እምቢ ባለ ጊዜ ለተለያዩ ነገሮች ለማይረቡ ነገሮች ባሪያ መሆኑ ግድ ይሆናል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አገልጋይ መሆንን የጠላ ሰው ለርካሽ ነገሮች አገልጋይና ባሪያ ይሆናል።
እዚህም ላይ እንደምንመለከተው ሰዎች የተለያዩ ሰዎች የዲናር የዲርሃም የልብስ እና የመሳሰሉ ነገሮች ባሪያ ይሆናሉ። እነዚህ ደግሞ ጠፊዎች ናቸው፣ የጠፉ ናቸው። ምክንያቱም በተሰጡ ጊዜ ይወዳሉ፣ ካልተሰጡ ደግሞ ይጠላሉ ነው። ምክንያቱም ነገራቸው የሚንጠለጠለው ከዚሁ ጋር ነው። ጥቅም ባገኙ ጊዜ ይሰሩታል፣ ሸቀጥም ባገኙ ጊዜ ይሰሩታል፣ ካላገኙ ደግሞ አይሰሩትም ነው። قال الإمام ابن القيم رحمه الله أما الشرك في الإرادات والنيات إرادات في اللاغوتوش النا يعني سراهم بمن سراك زي من فلقوا نقر معرفين والنيات ينيامكو شركما فذلك يكو البحر الذي لا ساحل له يكو دار الشايل اللو بحر سفي هنا بحرنا هل قزين بيون ما استوصي اللبن لله سبحانه وتعالى تبلو بمسر عباداوش لاي منم نقر ماسقبات يلبن منم اينتكم ماسر يلبن عندان نقزي يمن سراتشو عباداوش لاي عندان بتقموشن السبن عباداوشن كسران شرك أصغار يونال متو يمشالبت قزي ألا ምክንያቱም ኢባዳውን መተው ምናልባት አንዳንዴ ወንጀል ብቻ ይሆናል። አንዳንዴ ወንጀል ሁሉ ላይሆን ይችላል። ወንጀል ሁሉ ላይሆን ይችላል። ምክንያቱም ኢባዳዎች በሙሉ በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ የተጫኑ ግዴታዎች ወይም ደግሞ ፈርድ አይኖች አይደሉም። አንዳንዴ ፈርድ ኪፋያ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ሱና ሊሆኑ ይችላሉ። እና ኢባዳውን መተው ወንጀል ብቻ ይሆናል፣ አለያ ደግሞ በፍጹም ወንጀል የማይሆንበት አጋጣሚ ሆኖ ይያለ ኢባዳውን ፈጽመን ሽርክ አስኸር ውስጥ እንገባለን። አንዳንዴ ኢባዳውን የተመተው የተሻለ ሆኖ እናገኛለን እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። አላህ ይጠብቀን። እና ምን አሉ እንግዲህ ይሄኮ ባህሩ ነው አሉ፣ ያ ዳርቻ የሌለው የሆነ ሰፊ ባህር። ወቀለ ማን ينجو منه አሉ፣ ከሱ ኮ ነፃ የሚሆነው ትንሽ ነው አሉ። فمن أراد يفلق سو بعمله بسراو غير وجه الله كالله تبارك وتعالى في توج ونوى شيئا عند النقر دموين يتغير التقرب إليه ورسوك مكار وج مالتنا ورى الله سبحانه وتعالى وطالب الجزاء منه كسو جزاء من دار كما فلق وج للا النقر يفلق سو فقد أشرك في نيته وإرادته بنيا ونبا فلق وتعالى برقت أقارتوال ግን አንዳንዴ ስራዎችን ልንሰራ በተነሳን ጊዜ ወይም ባሰብን ጊዜ አይ አንተ ከሰዎች ጭብጨባ ፈልገህ ነው እንዴ? ከሰዎች ውዳሴ ምስጋና ፈልገህ ነው እንዴ? ይህንን ስራ በሰላት የምትፈልገው ወይም የጀመርከው ብሎ ይለናል ሸይጣን። ለእንዲህ አይነቱ ጆሮ መስጠት አያስፈልግም በጭራሽ። እንዲህ አይነቱን ነገር እንዲህ አይነቱን ወስዋስ ልንሰማ አይገባም በጭራሽ። መጀመሪያ የተነሳንበት ዓላማ የአላህ ስብሓነ ወተዓላን ምንዳ ማግኘት ከሆነ ከዛ በኋላ እንደዚህ አይነት ወስዋስ ቢመጣም እንኳን ወስዋሱን ማዳመጥ አያስፈልግም፣ ስራችን ላይ መቀጠል ነው። ወልኢኽላሱ ኢኽላስ ብሎ ማለት እንግዲህ አን ዩኽሊሰ ሊላህ ለአላህ ቁጥርት ሊያደርግ ነው። ፊ አፍዓሊሂ ወአቅዋሊሂ በስራዎቹ በንግግሮቹ ላይ ወኢራደቲ ወንየቲሂ በፍላጎቱና በንያው ላይ ማለት ነው። وهذه هيك في ال... هي الحنفيه هيك نش حنفيه بلو مالت انغري كباطل منغري تزنبلش وقتنيا منغل لا يقط يالچ مله ابراهيم ابراهيم منغد التي ياتي امر الله بها عباده بالصباروچن الله عززبات يونه كلهم كلهم يعززبات يونه اند يكتلوات ولا يقبل تقبائنت يلو من احدين كاند مغيرها كسو وچ مالت الله سبحانه وتعالى كزچ كملة إبراهيم كحنفية وج كما نم منم أي كبلم ما نم يونم هايمانوت أي كبلم. وهي الصا حقيقة الإسلام وهي إسلام حقيقة ونتوانج كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا يميك الجل يفلق سوك أسلم النوج هايمانوت ሃይማኖትን የሚፈልግ ሰው ፈለን ይቀበል منه ከሱ ተቀባይነት የለውም። وهو في الاخره اخر علي من الخاسرين ከከሳሪዎች ነው። وهي ملت ابراهيم ناتون ابراهيم من جنت عليه السلام التي ياتي من رغب عنها كسوكو يشش سو رغب في غارا كمطاش رغب في مكجل مفلق ነው ያንን ነገር
رغب عن غرك متاش غير كذا مشش يعني النغر على مفلق نو فهو سو من اسفه السفهاء كمونيو تشلو ومونيو نو ويتلخص مما مر كلفه كيتقال لالو ان هناك الالو فروق ليونتوچ بين الشرك الاكبر والاصغر بتلقوا شركنا بتنشوا مكاكل ليونتوچ قالو كلفه انذين نغروش تقلل ارغن ناقرب على ليونتوچن بتلقوا شركنا بتنشوا شرك مكاكل معنا وهي الص عندنا الشرك الاكبر تلقوا شرك يخرج من المله كمن غير يسوطال كسلمنا ياسوطال والشرك الاصغر تنشو شرك جن لا يخرج من المله كملا اسلام ياسوطام لكنه ينقص التوحيد نغير جن توحيد غودولو يادرغال يتموالا اندايون يادرغال توحيد تنشو شرك وغبا غزي الشرك ايه تنشو شرك توحيد غودولو يادرغال نو ولتنيا الشرك الاكبر تلقوا شرك يخلد صاحبه في النار بالبيتو يزوترال زوتاري الدرقال ساتوست معناتنا والشرك الأصغر تنشو شرك قن لا يخلد صاحبه فيها إن دخلها لا يخلد صاحبه بالبيتو ايقبام عفوا لا يخلد صاحبه بالبيتو زوتاري الدرقن فيها بالصوست بساتوست إن دخلها كقبات ألو أتشين يجعلنا من إساءة بالبيتو قلي هيه አንነጋገር የሚጠቁመን ምንድነው ላይ ገባም እንደሚችል ነው ግን ባለፈው እንዳነሳነው አንዳንድ ዑለሞቻችን ሽርክ አስፈር ራሱ ከማይማሩት ወንጀሎች ውስጥ ነው ነገር ግን ይህ ሲባል ዘውታሪ ይሆናል ማለትን ፈልገውበት አይደለም ለዛች ለሽርክ አስፈር ግን እስካልተውበት ድረስ ጀሃነምን ይቀምሳታል ብለው ያሉ አሉ። ሶስተኛው እንግዲህ አሁን እየጠቀስን ያለነው ነገር ከዚህ በፊትም የተነካካ ነገር ነው እንጂ አዲስ ነገር የለውም ብቻ ተቀለል አድርገው እያቀረቡት ነው። ሶስተኛው ሽርኩ አክበሩ يحبط جميع الاعمال يتقلى سراوچን ያበላሻል والشርኩ الاصغر تنشو شرك الصلاة يحبط يبلشم جميع الاعمال يتقلى سراوچን وانما يحبط يميابلشوكو الرياء ورياء يميابلشو والعمل لاجل الدنيا لدنيا بلو مسراتكم يبلشوا العمل سرانو الذي خالطاه هلت يتكلاكلوت معناتنو منو رياؤنا لدنيا بلو مسرات يتكلاكلوتن فقط بتشا ينم بتشا نو يميبلشوت سويو صلاتون سيسجد سوتشن تملكتنا سوتش اندي اودسوت اندي امسغنو صلاتنا سامرياتش صلات تبلشالچ ሰውየው አንድ ነገር ሰራ ገንዘብን ፈልጎበት ጥቅምን ፈልጎበት ማለት ነው ጂሃድ ወጣ ጥቅማ ጥቅም ብቻ ፈልጎበት ያቺ ጂሃድ ትብላሻለች ነው ያቺ ጂሃድ ትብላሻለች ሽርክ አክበር ከሆነሰ አጠቃላይ ስራዎችን ያበላሻል አጠቃላይ ስራዎችን ያበላሻል የሚያስቀረው ነገር የለም ዒባዳን በአጠቃላይ ያበላሻል ሶላትን ያበላሻል ዘካን ያበላሻል አኽላቅን ያበላሻል اخلاقن يبلشال اردتني والشرك الاكبر شرك اكبر يبيح الدم والمال جنزبننا دمن حلال يدرقال والشرك الاصغر تنشو شرك لا يبيحها حلال يدرقات ايه ليلانيا وليجنتنا كزي بفيت اندانسانو جن عند نجر ياندن سو دم حلال يدرقال سيبال منم سو تنستوهن النجر ما درق يجلال مالتا يدل በጅጉ ጥንቃቄ የሚሻ ነገር ነው ይሄ እያንዳንዱ ሰው ተነስቶ የፈለገውን እርምጃ ወይ ደግሞ ቁርአንና ሐዲስ ላይ ስለተጠቀሰ ብቻ ይሄንን ነገር መፈጸም ይችላል ወይ ብሎ ሊላ ይገባው ፈጻሚ አካል አለ ፈራጅ አካል አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማንንም ግለሰብ ተነስቶ የሚፈጽማቸው ጉዳዮች እንዳልሆኑ ይታወቁ ይገባል والله تعالى علم وصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم